سبب فوزك في المسابقة هي المقالة المعبرة اللي كتبتها، والجزء المفضل عندي هو مزيج رائع من فاكهة عزبة تنعش حواسي بطعمها اللذيذ وتزودني بطاقة عجيبة. وفي الآخر ختمتها بشعار، ممكن تقوله لنا تاني؟ أظن أنه كان هذا العصير لذيذ، ولما أشربه يحسسني أني أبغى أطير؟ لا، مش ده اللي مكتوب. يمكن كان أنه بينجو بوب يخليني أقفز بحرية مثل الكنجر. لا، برضو مش ده الشعار. ايوه لقيتها، بينجو بوب بيخليني امسك راسي من الصداع. لا، انت كتبت بينجو بوب طعمه رائع يشعرك بلذة الفاكهة ويدغدغ الحواس. الصراحة انا ما كتبتها، اللي كتبها ولد خالتي سالم. يعني انت غشيت؟ لا، بس حصلت مساعدة من أحسن ولد خالة في الدنيا، ودي حاجة تفرحنا. طب ممكن تاخد لك شفطة وتقول لنا شعارك، قصدي شعار ابن خالتك؟ بينجو بوب طعمه يقرف، أنا ما أقدر أشرب كمان، فين الحموم؟ الحمد لله، زين إني ما ربحت بهالمسابقة. تركي، استوى عندك أكثر من 15 مليون مشاهدة. الصراحة يا سالم، اللي سويته كان شيء طيب. أنا شفت أن تركي كان يبى يفوز في المسابقة أكثر عني، واكتشفت أن مقالتي كانت وايد أحسن عنه. يعني عشان كده خليتني مهزلة قدام خلق الله. بس شكراً، كان هذا من طيب أصلك، وأنا مرة آسف لأني كبرت راسي عليك.